الجوزاء منيح، لأنه هالتراصف زحل والمشتري موجودين بيت التاسع، تنقول مقدم بده يروح مهاجر على بلد فلاني، أنا بنصح يقدم على بلدين أو ثلاثة، لأنه إذا سكرت وحدة رح تفتح وحدة تانية، عرفت؟ إذا مقدم على بلد بده يشتغل يقدم على اثنين وثلاثة، إذا مقدم على جامعة يقدم على اثنين وثلاثة، إذا سكرت وحدة رح تفتح الثانية. هيدي برجع بكرركم، هيدا سر ال 2021 فلكيا. بتسكر دغري بتفتح، يمكن نفس المطرح يمكن غير المطرح. معي؟ معك. وعلى فكرة ترامب هو من مواليد بش الجوزاء، فبتسكر معه بترجع بتفتح معه لنشوف. لنشوف سوا شو بيصير. وفي عنا كسوف، أضف إنه في عنا كسوف للشمس بحزيران ببرج الجوزاء، فأنا برأيي برج الجوزاء من الأبراج القوية، من الأبراج اللي عندها فرص كتير حلوة، كتير متينة. الكسوف بيقول له ينتبه شوي، ينتبه شوي. ورح قلكن على مين أكتر شيء، على مواليد 9 10 11 حزيران، هذا الكسوف أكتر شيء بيطالن. بقية مواليد برج الجوزاء they are fine، عندهم أشياء كتير حلوة، عندهم نجاح، عندهم تقدم، عندهم فيها تكون حتى مثل ما يقولوا منوسع البكار، بيوسع بكاره وبيوصل إلى أحلى الأماكن والمواقع. سنة حلوة للجوزاء، سنة كتير حلوة من السنين الحلوة، في يكون علامته 8.5 حتى. خاي سبقوا للحمل الجوزاء. لنشوف ترامب، أنا وياك والمشاهدين شو القصة.